هذا يقول: رجل حدث عليه حادث السيارة وتوفي معه 3 نفر، وبعد مدة من الزمن توفي أيضا ولم يتمكن من صيام الكفارة، فهل يجب على ورثته من بعده صيام 2 متتابعين أم لا يجب عليهم؟ هذا مرجعه للقاضي، إذا كان القاضي حكم عليه بالدية وحكم عليه بمثلا الكفارة، إذا كان القاضي في المحكمة حكم عليه بأنه مدان في هذا الحادث وأنه مفرط وأن الحادث وقع بسبب تفريطه ووجبت عليه الدية والكفارة، فلا شك أن الكفارة واجبة عليه، وهي عتق رقبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى أن قال: فمن لم يجد، يعني من لم يجد رقبة فصيام 2 متتابعين. فالصيام بدل من الاعتاق لمن لم يقدر عليه، وهذا إذا كان القاضي حكم عليه بالضمان بالدية والكفارة ومات قبل أن يكفر، الكفارة باقية عليه ما في شك. فإذا كان هناك إمكان للاعتاق بأن يوجد رقيق مثل يشترى ويعتق، فإن هذا يؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته. أما الصيام فلا أعلم أنه تدخله النيابة في مثل هذا، الله تعالى أعلم.